كما ينضم إلينا حول هذا الموضوع أيضا الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث. دكتور علي، يعني ربما هذا المشروع ينطوي على أمور فنية لا يفطن إليها المشاهد غير المتخصص مثل حضرتك، لو أطلعتنا عليه في ضوء الأرقام التي نقرأها 370 ألف فدان بما يوازي مليون طن قمح، والمستهدف هو 10 ملايين طن قمح. إليك، تفضل. تمام، يعني صباح الخير على سيادتك وعلى السادة المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. وهذا المشروع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، مشروع توشكا وزراعه هذه المساحات وباكوره انتاج القمح من توشكا، واول مشروع حصاد على هذا المستوى. كنا احنا شايفين وكل المواطنين عارفين ان مشروع توشكا تعثر خلال الفتره السابقه، الى ان السيد الرئيس باهتماماته المشروعات الزراعيه ومشروعات التوسع الافقي عاد مشروع توشكا بقبله حياه. ويمكن احنا شايفين النهارده ان في اكثر من 250 الف فدان مزروعين في توشكا، منهم القوات المسلحه وجهاز الخدمه الوطنيه عنده ما يقرب من 64 الف فدان في توشكا لوحدها بخلاف الشركات الاخرى اللي بدات عامله في هذا المشروع. فعندنا حوالي 100 الف فدان في توشكا وحوالي 145 الف فدان في شرق العوينات. فان جهاز الخدمه الوطنيه يبقى عنده حوالي ربع مليون فدان لوحده بيزرعهم قمح في على مستوى الجمهوريه. فالنهارده نقول ان هذا المشروع، هذه بدايه ثمار توشكا بالبعد الاستراتيجي بالامن القومي. مشروع توشكا كان زي ما احنا قلنا حصل فيه تعثر، الشركات اللي كانت سابقه كانت توقفت عن العمل، القوات المسلحه تدخلت وتدخل السيد الرئيس، والنهارده نجد ان القوات المسلحه وجهاز الخدمه الوطنيه يزرع ربع مليون فدان في توشكا. وطبعا هذا تحدي كبير جدا للظروف، لان كل المساحات اللي هي من حوالي اربع سنين او خمس سنين لم تتعدى حوالي 70 او 80 الف فدان كانت منزرعه في توشكا بعد دخول القوات المسلحه، لان كان هناك ظروف صعبه في انشاء الترع، في تكاليف انشاء الترع، في البنيه القوميه والتكاليف الاستثماريه لهذه المشروعات كانت عاليه، الى ان القياده السياسيه بحسها الوطني وتشجيعها للمشروعات وان هي البعد الاستراتيجي لاستصلاح 4 مليون فدان، وبدات باعاده مشروع توشكا للحياه، اجمال مشروع شرق عوينات، مجموعه مشاريع فعاله في سينا، في مشروع الضبعه والدلتا الجديده، في الوادي الجديد، في عندله والفرافره، وده النهارده بنجده على ارض الواقع. فلما نلاقي ان احنا ان شاء الله عندنا منهم من المساحات في مليون فدان في الاراضي الجديده بتتزرع قمح من المساحه، فطبعا ده انجاز كبير وتاريخي. سيستكمل ان شاء الله السنه الجايه نصل الى 4 مليون فدان، مش 3.6 مليون فدان. فاعتقد ان الامن الغذائي القومي وتوفير السلعه الاستراتيجيه زي القمح كانتاج زائد عندنا في الصيف ان شاء الله هيبقى عندنا الذره كجزء تكميلي. فطبعا هذا البعد وهذه المشروعات والتكاليف الضخمه للاستثمار ما كانش يقدر عليها المستثمرين. يعني احنا لما نرجع لتوشكا ونشوف الظروف اللي فيها، كان فيها شركات كبيره استثماريه عربيه، ولكنها لم تؤدي الغرض من هذا المشروع الذي بدا انشاؤه مع سنه 1998، ولم تحقق اهدافه لمده اكثر من 15 سنه، الى ان في السنتين الماضيتين رجع مشروع توشكا النهارده فيه اكثر من ربع مليون فدان بتتزرع، دخلت الانتاج، توفر في احتياجات غذائيه منها المحاصيل الاستراتيجيه زي ما احنا شفنا القمح والذره والنخيل اللي موجود. طيب، هو يعني المستهدف هنا دكتور علي من مثل هذا المشروع هو الاكتفاء الذاتي من القمح؟ يعني هل هذا الهدف، يعني طبعا هل هذا الهدف هو المستهدف؟ هو احنا عندنا خطه متكامله، يعني القمح احد المحاصيل الاستراتيجيه اللي احنا بنحاول نوصل فيها باتساع عالي. زي ما انت شايف الظروف الاقتصاديه اللي موجوده، وفي بعد على فكره كان في بعد استراتيجي ورؤيه، ما كنتش يمكن احنا بنتكلم القمح ده بيتزرع في شهر 10 11، ما كانش لا في حرب اوكرانيا ولا حرب وحرب روسيا ولا اي حاجه، الى ان القياده السياسيه كان قدامها هدف، هو ان احنا نصل في جزء كبير جدا من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه. محصول الاستراتيجي رقم واحد هو عندنا القمح، ثم ندخل في محاصيل الحبوب الاخرى زي الذره، ثم عندنا محاصيل زي الزيوت. فطبعا الخطه الاستراتيجيه ان انت تحصل اكتفاء ذاتي وتقفل الفجوه الغذائيه بقدر الامكان او تضيقها من هذه الخطه. فالخطه الاستراتيجيه لما نصل ان شاء الله بامر الله الى استصلاح ال 4 مليون فدان اللي حطهم سياده الرئيس في الهدف، احنا كنا بنتكلم في مليون فدان،
ثم انتقلنا ل 4 مليون فدان، 3 مليون فدان بنحاول نضيفهم في 4-5 سنين، يعني ده انجاز وتاريخ سيحسب لسياده الرئيس وما يتم استصلاحه ما استصلحته مصر في 60 سنه. يعني ما تم استصلاحه في 60 سنه بيحاول سياده الرئيس النهارده ان يصل فيه في 4-5 سنين. طبعا هذا شيء يعني يتحط في الموسوعات العالميه في موضوعات استصلاح الاراضي. فطبعا انا الهدف الاولاني هو الوصول للاكتفاء الذاتي من معظم محاصيل الاستراتيجيه، منها القمح. النهارده احنا بقينا كنا السنه اللي فاتت 3.4، السنه دي عندنا 3.6 مليون فدان، ان شاء الله السنه الجايه يبقى عندنا 4 مليون فدان بامر الله. طبعا كل هذا الكلام مع التكنولوجي مع الحصاد الالي هنقلل عمليات الفقد. زي ما انت شفت التخزين الاستراتيجي اللي بيتم في مجموعه صوامع منتشره على الجمهوريه، اخرهم 7 صوامع جداد تم كاهم، كل ده عشان ايه؟ عشان يبقى عندنا نوع من التامين الاستراتيجي لاحتياجاتنا من المحاصيل، وبالتالي مع الخلط المحصول زي الذره بنسبه 10-20% مع خلط المحاصيل الاخرى مع تحسين النوعيه والخبز والتداول وكل هذا الكلام، ان شاء الله نقدر نحقق جزء كبير جدا من الاكتفاء الذاتي من المحصول القمح. طيب يعني المحاصيل الاستراتيجيه مثل ماذا دكتور علي غير القمح يعني؟ يعني انا بتكلم المحاصيل الاستراتيجيه القمح عندنا نمرة 2 اللي هي محاصيل الحبوب زي الذرة، واحنا كنا بنستورد برضك في الصيف حوالي من 7-8 مليون طن ذرة صفراء، وبرضك كانت تيجي من اوكرانيا وروسيا والارجنتين، ان شاء الله في الصيف واحنا داخلين اهو فعندنا خطه طموحه ان احنا نغطي جزء من هذه الاحتياجات. عندنا محاصيل السكريه، وطبعا الحمد لله النهارده احنا عندنا تقريبا قربنا من الاكتفاء الذاتي برضك بمساحات جديده، ان احنا دخلنا محصول البنجر في الاراضي المستصلحه. عندنا المحصول الثالث اللي هو من المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي محاصيل الزيوت، ودي طبعا احنا بننتج 10% من احتياجاتنا ان شاء الله مع تكثيف زراعه الزيتون ومحاصيل دوار الشمس وفول الصويا وزياده مساحات القطن. يمكن شارع العوينات النهارده بدانا ندخل محصول قطن خاصه فيها في بعض الاماكن عشان نقدر نستفيد من البذره، وبالتالي يوفر عندنا جزء من احتياجاتنا من الزيوت، وبالتالي نرفع الاكتفاء الذاتي من كل هذه المحاصيل. هي دي مجموعه المحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه. طيب لكن في القمح يعني سنظل نستورد، يعني في ضوء هذه الارقام ما زال الاستيراد مستمر في مصادر القمح. انا بقول لسيادتك الارقام، لا احنا لو احنا النهارده لزراعه ال 4 مليون فدان هنقدر نغطي مش اقل من 4.5 مليون فدان من القمح، لان القمح بنفسه عندنا محاصيل اخرى زي البرسيم، لكن النهارده التوجه مع اللي بتقوم الدوله بيه بالتشجيع نقدر نصل لاكتفاء ذاتي في محاصيل قمح الخبز على الاقل. النهارده مصر في الخطه الحاليه تصل ان شاء الله لانتاج قمح الخبز وده وانتاج قمح ديورم المكرونه، احنا كمان عندنا فرصه تصديقيه ان احنا ننتج قمح الديورم في المناطق الجافه في الصعيد وتوشكا والاوينات، ونقدر نصدر من هذا القمح ونستورد بديل مكانه اللي هو القمح الطارد بربع حتى، وده بالتقابل 3-1. يعني احنا لما ننتج طن من قمح الديوره ونصدره لاوروبا لقطاع المكرونه نقدر ناخد مكانه من القمح الطارد 3 مليون طن. مع عمليات الخلط هنقدر نصل الى اكتفاء ذاتي في قمح الخبز بنسبه 100%. دكتور محمد فيما يتعلق بنوعيه القمح دكتور علي انا اسف دكتور علي اسماعيل، نوعيه القمح المنزرع في توشكا في هذا المشروع الضخم 370 الف فدان، نوعيه مختلفه عن القمح المنزرع في الدلتا مثلا؟ هو قريب من القمح في الدلتا. احنا الجزء الاولاني احنا بنقول احنا عايزين نصل الاول في خطه الاكتفاء الذاتي الى انتاج القمح للخبز، يعني ده اول جزء من الهدف الاستراتيجي. لما انا بقدر اغطي هذا الجزء عشان احصل يبقى عندي طفره، فالقمح اللي موجود احنا عندنا خريطه توزع الجمهوريه على اساس الامراض والرطوبه والكلام ده، فاحنا عندنا بيوجد في توشكا مجموعه من الاصناف مصر واحد ومصر اثنين، عندنا كذا محصول هم بيوجدوا في مناطق اخرى من الدلتا، زائد عندنا برضك الاصناف اللي هي قمح الديورم زي بني سويف وسوهاج. هي مرتبطين بالتوزيع الجغرافي طبقا لظروف الاصداء والحراره والرطوبه والنضج المبكر والانتاجيه. هو من دي خريطه صنفيه، لكن احنا بنقول ان توشكا في المستقبل مع مساحه احقاق مسلحه تستهدف زراعه حوالي 600,000 فدان لوحدها، ان شاء الله شوف لما المساحه دي تتزرع وتقدر تدخل كلها خلال سنتين ثلاثه الخدمه ونصل الى هذه المساحات المستهدفه، هيبقى عندنا نوع من المحاصيل منها القمح الطري منها الديورم البقره. نعم، شكرا جزيلا لك يا دكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث.